نطلق صحيح مفهوم الدولة المؤقتة حول الدور الذي تقوم به الأوروبي، وهذا يضعف الحل السياسي ويبعدنا عن جوهر القضية. 50% من مناطق الأرض السورية وليس له سلطة على كافة الأراضي السورية. كلنا يعلم ما يحصل في أوكرانيا هو نفس ما حصل في سوريا، نفس الوجه ونفس العدو. هناك محاولات جادة لتمييع قضية السوريين وتحويلها إلى قضية إنسانية، وتمت مخاوفنا أيها السادة من استغلال مؤتمر بروكسي الذي سيكون لدعم نتائج الزلزال في تركيا وسوريا، ويتم استغلاله واستخدامه للتطبيع مع النظام أو أدواته، ما يؤدي إلى حرمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. لو فقدناه نسأل الله أن يتقبل جميع أولئك، لكن الكارثة الأكبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات السورية السياسية والتنفيذية على الاستجابة لهذه الدعوة السريعة والقرارات الأمنية وتمييع القضية. أرجو أن تنقلوا رسائلنا إلى الجهات المعنية. السوري الأضرار الناجمة عن الزلزال والتحديات التي واجهوها والأعمال التي قاموا بها مشكورين.